ولا كجثة سن، لا يجوز الإطعام إذا كان أول مثلين مضامن فيه، وإذا أدى إلى التقاء الساكنة جثة السن الثانية والثالثة لا يضغم فيها، لأن الأولى ضغمت فيها سن. ولا كخصوص بي، خصوص بي الساكن لا يضغم فيه، والصادان محركان، حركة الثاني ليس صيح فهو ساكن، والساكن لا يضغم فيه. طيب، ولا كهيلل وهو ما اجتمع فيه المثال في كلمة مستعملة للحاق، سواء كان الحاق بأحد المثلين أو بغيرهما. هيلل الحاق بالياء، لكن هي على حال ملحقة بدحرجة. وكذلك لب، كذلك جلبب الحاق بأحد المثلين لا يجوز الحاق فيه، لأن الحاق مطلوب فيه المحافظة على وزنه حتى يلحق بما ألحق فيه. ولا كهيلل وكذلك وشذ في إلل، هناك أسماء شذت العرب في فك الإضغام فيها عدم الضغط، نحترمها كما فكوا، كما صححوا حوكة وخونة، القياس أن يقول حاكة وخانة، تحرك الواو وفتح ما قبلها القياس أن تنقلب ألفا، لم يفعلوا. وقود، قود كذلك، قود كان يقول قاد لكن لم يفعلوا ذلك، وهي الفاظ محسوبة. إلل السقاء أي فسد، وذبب نبت الشعر في جبينه، وضببت الأرض كثرت فيها الضباب، وقطط الشعر اشتدت جعودته، ولححت العين ولخخت التصقت بالرمص، ومشيشت الدابة برز عظم فيها في وظيفها. هذه الفاظ عززة الناقة، ضاق مجرى لبنها، هذه الفاظ شذوا في فك الإضغام فيها نثقها كمير. وشذ في إلل ونحوه، ونحوه ما ذكرته، فك بنقل فقو بال، هناك ألفاظ يجوز فيها الوجهان. الشاعر بقوله وحي يفكك والدغيم دون حذر، حي تقول حي من أدغم، قال هما مثلان في كلمة تحرك، ومن قال حي كقراءة ورش قال تحريكهما عارض، لأن حركة الثاني في الماضي لا في المضارع، تقول يحيى حركتها لم يتحرك، تحركهما ليس دائما، تحركا في الماضي ولم يتحركا في المضارع، إذن قال حي. وقراءة ورش ليهلك من هلك عن بينة، ويحيي من حي عن بينة. وكذلك نحو تتجلى، تتجلى إذا ابتدأوا بتاء تتجلى قالوا تقول فيها التجلى، وقالوا يا ابن مالك هذا يستدعي استجلابة همزة وصل ولا تكون في أول المضارع، وإنما ذلك إذا وصلت مثل تكاد التميز أو ولا تيمم، أما في غير الوصل لا يجوز. أما الستارة لا بأس، اجتمع التاء في الوسط تنقل سهل، تنقل حركة أولهما إلى السين تقول ستارة، ستار الستار تقول ستار، بنقدم حركة السين ستاء إلى السين فيصير لفظها كذا ستار مرحبا. كذلك نحو تجلى والستر. ثم قال بدل أن تقول تتجلى احذف التائين، فأنذرتكم نارا تلظي، ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنازعوا، وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء واحدة، كتبين العبر تتبين العبر، وهذا أفضل من الإدغام. أيهما محذوفة؟ قال السيبوي المحذوفة الثانية، لأن منهجه أن الحذف دائما يكون في الثانية لأن الاستقالة حصل بها، وقال غيره المحذوفة الأولى. فينقول المحذوفة الثانية اتحد لفظ الماضي والمضارع، إذا قلنا تتجلى محذوفة الثانية صار اللفظ هكذا تجلى، وتجلى ماضي، اتحد لفظ المضارع والماضي. الغز في بعض المغاربة قال يا نبيها ما له في كل فن من مضارع، أي فعل ليس يدرى ماضي منه من مضارع. قال بعضهم ما به أيها المهدي، أيها المهدي بدائع هي في الذهن ودائع، ما به جئت توفى في نساء وهو دائع، إن لن توفاهم الملائكة، ما به جئت